أنا بتشكر كتير كل الناس اللي إجوا صوتوا لي وكانوا السبب بنجاحي. هذا النصر هو مو بس إلي، هاد انتصار للكل. أنتوا صوتتوا مشان بنراس تكون قوية ولحتى تكون مليئة بالأمان ومتطورة. وبتصويتكن وجدان هلأ صارت مسؤوليتي. وهي أنتي طلبتي إجي؟ إيه، بس قبل ما نام حابة أشوف وجدان. مدام، مو نصيحة أنك تشوفي وجدان هلأ. ليش؟ مدام، إذا وجدان شافتك بالغلط أو حتى سمعت صوتك ممكن تورطي حالك، وبهالحالة رح تفشل خطتنا. بترجاكي فكري. مو مشكلة، بدي شوفها بس مرة ورح شوفها من بعيد، هيك رح ارتاح أكتر وقت النوم. مدام، وجدان مانا هون. وجدان مو هون؟ شو قصدك انت؟ ما بعرف، هي اختفت. انت شو قلت لي؟ قلت لي وجدان اختفت؟ مدام، الحراسة مشددة وبحلف لك ما تساهلت ولا ثانية أنا ورجالي، كانت عيننا عليها وما غابت عن نظري. مو هذا الشيء يلي أنا عم بسألك عليه، الحراسة مشددة كتير وما في حدا بيعرف إنه هي موجودة هون، بهالحالة كيف اختفت إلي؟ أكيد أكيد في حدا منكم خاين، في حدا قدم له مساعدة لحتى تهرب. مين هو؟ مين هو هالخاين؟ مين هو؟ مدام، مدام، هي وجدان عم تتصل. ألو وجدان؟ مدام شاليني؟ بدي تطمني، أنا الحمد لله بخير وليكني صرت بالبيت. تعرفي شغلة مدام؟ بدي قلك إنه اللي خطفني أخذني وحبسني ببيت الضيافة تبعي. عن جد؟ كأنه المنافسين لإلي استسلموا بسرعة؟